طب هنشوف محمد شبان الحقيقة، لأنه كمان اتكلم كلام مهم جدا عن نموذج محمود الخطيب. نشوف. احنا في فترة كل شيء ملتبس في عالم الرياضة والكرة، كل شيء ملتبس، فجالك نموذج تاخده. كل شيء ملتبس، ما بين خوف، ما بين جبن، ما بين تجاوز، ما بين إساءات، ما بين ان الحق بيتاخد بالدراع، ما بين عدم تنفيذ لوائح. فانت جالك نموذج قدامك بعيد عن اللي قاله كابتن خطيب حتى، لكن نموذج في انه رئيس للنادي الاهلي، اكبر نادي في مصر، فبيتكلم الراجل بكل ترفع وبكل ثقه وبكل ادب، وكل شويه عايز اقولها دي، بكل ادب وبكل اخلاق، ودي حاجه لازم احنا نرسخها في ناسنا. هل الادب والاخلاق ضعف؟ ده أقوى من صلية اللسان. يعني إنك تبقى قوي ولسانك لا يخطئ، خد بالك، أصعب كتير جدا من إن أنت تدعي القوة بلسان مخطئ. فلما يبقى عندنا في وقت يعني فارق، هنعتبره وقت يعني في حاجات مش هي المفترض تبقى موجودة. فلما الحاجات اللي بتبقى موجوده دي وتضغي وناس تقنعك ان ده الصح وهم كده ما يجوش الا كده وهم والكلام ده، فيطلع لك نموذج يتكلم ويطلب حقه، وده النادي الاهلي خد بالك. يعني انا لو رئيس النادي الاهلي وحبيت اطلع اقول، ولو بعد كده قعدت اعمل كده على المكتب، ولو حد بعد كده لعب لي في التحكيم ولا لعب لي معرفش في ايه، انا هيكون ليا تصرف تاني معاه، ولا حد هيقول لي حاجه. ده انا رئيس النادي الاهلي، انا راجل بكل ادب واخلاق، قال كل ما يرغب بكل ادب واخلاق. عشان كده لازم نحط تحت دي 100 خط، بكل ادب واخلاق. الاصل ان يكون فيه ادب. فعشان كده لما تسمع اللقاء بتاع كابتن محمود الخطيب على مدار الساعة بكل تفاصيله وحواديته، حتى وهو بيتكلم عن الشخوص اللي هو شايف ان هو ما وقفتش مع الاهلي في موضوع افريقيا، بكل ادب. لما اتكلم على اختلافاته مع اتحاد الكورة، بكل ادب. اتكلم عن اختلافاته مع التحكيم، بكل ادب. هو الحقيقة ليه انا مهتم بالكلام اللي قاله الاستاذ محمد شبانة؟ لان الاستاذ محمد شبانة اتفق مع تامر امين على أن السؤال المهم هو الأدب، لأن برضو في ناس بتروج لهذا، أصل ضعيف، أصل مجلس إدارة الأهلي ضعيف، وأنا هتوقف أمام دي بس بعد ما أقول لك اللي أنا عايز أقوله. الأدب والأخلاق في معالجة الأزمات والتجاوز دي قمة القوة، لأن من يمتلك زمام نفسه هو اللي بينتصر على ضعفه، ومن ينتصر على ضعفه ينتصر على أي حد.